اللي كتجيب واحد المبلغ اللي هو مهم 89 مليون ديال الدرهم اللي كنتمناو على ان وزاره السياحه المشرفه على هذه الاتفاقيه ان تلتزم بالتواريخ وهذه الاتفاقيه ما تكون غير التواريخ صافي خاصه البرامج اللي كانت في الاتفاقيه يتم تنفيذها وفق البرامج المحدده اللي سيكون نتمنى ذلك لان بطبيعه الحال الشعب يوفر بطبيعه الحال مناصب شغل مهمه وهذا هو الهدف الاساسي قد يعطي اشعاع للجهه ومدينه الداخل خصوصا باقليمها الذهب شرطوا فردكم على بعض الاخوه ديال الاخوان ما يتعلق بالجانب السياحي اللي هو واعد باقليمها الذهب المشكل ديال النقل السياحي للمجموعه من الشرق بطبيعه الحال احنا كنعرفوا على انه كاين ما يقارب 150 سياره ديال كتعمل في المجال السياحي رفعية الدفع هذه السيارات بطبيعة الحال ما توفر فيها الشروط المطالبة من وزارة السياحة في دفتر التحملات هذا الشيء طرحه على السيد الوزير في هذه القاعة هذه فهمتني احنا عملنا فيكم السيد منذ في الوزير الكبير على انه يتجاوز هذيك الشروط يفتح فرصة لهذيك مجموعة الشباب باش يتمكنوا من رخصة النقل السياحي في اطار قانوني احنا بطبيعة الحال جزء من المغرب البطالة كان جميل القليل احنا بطبيعة الحال جزء من هذا عندنا جزء كبير من الشباب بطبيعة الحال حملة الشوك العام في هذا القطاع اللي هم يعانون من البطالة اللهم فهمتني بعد اجراءات اللي كيديرها السيد ولي مشكور مع هذه الشريحة من اجل ادماج سوق الشغل بالاخص في القطاع السياحي فهمتني لا على مستوى المترجم السيد مار وعلى المستوى ديال النقل السياحي اذا نطلب السيد من دونكم تبدا موجود اكثر في الوزير على حي هذيك الشروط عندك مجموعه الشباب ويخليهم يخدموا 150 سياره اللي خدام يعني كتخدم واحد 300 واحد على الاقل بشكل يومي هادشي راه يمكن واحد السياره اليوم ما تلقاش ما تكونش خدامين الحمد لله